عجبوني الغزاوات وعجبوني البحار تاعها وعجبني كل شيء اللي فيها، وانا نتمنى ان شاء الله نعاود نزورها كاش نهار. هو اول انطباع لكل زائر لجوهرة المغرب العربي تلمسان، مدينة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ومقصد سياحي بامتياز. فمن معالمها التاريخية المنصورة مرورا بشلالة الوريط وصولا لمغارة بني عاد إلى شواطئها الساحرة. فشاطئ مرسى بن مهيدي الذي يبعد 120 كيلومتر غرب المدينة والمتاخم للشريط الحدودي مع المغرب، يتحول مع حلول موسم الاصطياف كل سنة إلى وجهة سياحية مفضلة للعديد من المصطافين لجمال موقعه ولطبيعته الساحرة. فيها الأمن السكيورتي، كل شيء موفر، البحر نقي ومعروف 48 ولاية يجيو لهنايا. يعني هكا الأولى اللي شفتها، يعني الناس حاسين باللي بين المراركة والجزيرية ما كانش فرق، يعني ما كان حدود، بصح ما كانش حدود يعني في الأصل. تلقاهم هما مقابلات تحيات ونفس الشيء، نبادلوهم نفس الشيء يعني. وعلى غرار كل سنة يستعد شاطئ مرسى بن مهيدي لاستقبال أكثر من مليون سائح. متوفرة كامل الإمكانيات فيه، من ناحية الأمن، من ناحية الدولة سخرت كامل الإمكانيات، وكما راك تشوف هنا المصطفين كامل تاع الولاية تلمسان، خارج الولاية لي زوطر ولاية كامل يكبوا هنا. هي الطابع الأول هو اللي كشكون ماجي لي فرونتيير بين المغاربة، هو يجبد يزيد يجبد، وتشوف شساعة الشريط الساحلي. قضاء عطلة صيفية بهذا المكان الساحر هو ارتباط وثيق بطبيعة شاطئ مسكردة الخلابة ورمال شاطئ بورسية الذهبية.